الحوثي المسؤول هو الحوثي، لأنه الآن هو جماعة يقدم نفسه كجماعة سياسية، ويفترض أن يكون للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي دور في كبح هذه الاتجاهات المتطرفة، لأن هذا غلو يعمل على غرس مفاهيم طائفية، مفاهيم متطرفة لدى جيل بأكمله، وبالتالي الخطورة لا تنحصر فقط على الصعيد المحلي، بل تتجاوز ذلك إلى التأثيرات على الإقليم وعلى المجتمع الدولي بشكل عام. فهذا الجيل بالتأكيد أنه لن يكون حبيس الحدود، حدود مناطق سيطرة الحوثي، بل ستذهب تأثيراته إلى مدى أبعد، وبالتالي المسؤول هو الحوثي الذي يظهر أنه على استعداد لعملية السلام، ومن شروط السلام أن تؤمن بالآخر وتؤمن بثقافة الآخر، ولا تعمل على تغييب الوعي واستبداله بوعي مختلف، وعي تؤمن به جماعة منحصرة وطائفة محدودة العدد تحاول أن تفرض ثقافتها ومشروعها على شعب بأكمله.